خطوة ثانية. لقد وصلنا الكثير من الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي عليه السلام، وأنه سيكون في آخر الزمان، وهو علامة المهدي سلام الله عليه، وهو علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. وقد ذكر اسم وعنوان المهدي صراحة في الكثير منها، فيما أشارت باقي الروايات إلى عناوين فهم منها كل عقلاء المسلمين أن المقصود منها هو شخص المسمى المهدي أو المسمى بالمهدي. ومن هذه الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا أي سنين كما في مستدرك الحاكم. وقال الحاكم: قال هذا حديث صحيح الإسناد، لم يخرجاه، أي مسلم والبخاري لم يخرجاه. إذن قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. هذا من راوي؟ الحاكم في المستدرك. وأيضا الألباني رواه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي، التفت إلى اللفظ، إلى العنوان، إلى الاسم الصريح، قال المهدي مني، يقول المهدي مني أجل الجبهة، أي هذا انحسار الشعر عن مقدمة الجبهة، المهدي مني أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا. إذن حتى أعطي هذا العنوان أو هذا المعنى أعطيه عن قصد، حتى نوصل علامة وإشارة ودليل وبرهان إلى بعض الجهال بمن يعتقد ببعض الأشخاص، أو من يعتقد بشخص وغيرهم يعتقدون بشخص آخر على أنه المهدي. هذه مواصفات المهدي سلام الله عليه كما ورد في هذه الرواية. يقول: أجل الجبهة، أي انحسار الشعر عن مقدمة الجبهة، وأقنى الأنف، أي أنفه طويل رقيق في وسطه حد. هذا أقنى الأنف، أي أنف طويل رقيق في وسطه حد، محدب قليلا. إذن هذا هو المهدي. المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. وبعد هذا هل يفسد؟ هل يعمل مع المفسدين؟ هل يمضي عمل المفسدين؟ يقول: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، يملك سبع سنين. هذا في سنن أبي داود كتاب المهدي، وفي مستدرك الحاكم الجزء الرابع. أيضا الحديث السابق كان في الجزء الرابع من مستدرك الحاكم، وقلنا في مستدرك الحاكم الجزء الرابع يقول: وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأيضا رواه الألباني في صحيح الجامع.